دلوقتي هنتكلم عن الماك بوك. تعالوا كده نشوف الماك بوك اير، ده الام 1 وده الماك بوك ال 15 انش الام 2 وده الماك بوك ال 14 انش الام 1 برو. بس عايزين نعرف لو انت عميل جاي تشتري الماك بوك ازاي تختار حاجه مناسبه ليك. اول حاجه الماك بوك اير ده بيكون فانلس ديزاين، ده ما بيكونش فيه كولينج سيستم علشان خاطر الديزاين بتاعه بيكون سليم والثيكنس بتاعته بتكون خفيف جدا. بس ده مش معناه ان هو ما فيهوش كولينج سيستم ان هو هيكون الاداء بتاعه وحش او ان هو هيسخن منك، لا، لان البروسيسور بتاعه بيكون حاجه اسمها ام 1. البروسيسور الام 1 ده بيكون الاركتكتشر بتاعته او الهندسه المعماريه مبنيه على التكنولوجي بتاعت ارم دي، يعني هو مش بيسخن منك بسرعه زي الاكس 86 اللي بتبقى موجوده مثلا في اللابتوب الثانيه. دي بتكون نفس المعماريه اللي بتبقى موجوده في الموبايل، والموبايل كده كده ما بيكونش فيه كولينج سيستم. بس اللي هيميز الماك بوك اير ان هو هيكون مفيد للناس الستودنت، الناس اللي هي بتعمل شغل خفيف مش بيكونوا مثلا يعملوا مونتاج حاجات تقيله او حاجات ادفانسد. واللي هيميزه اول حاجه ان هو الشاشه بتاعته بتكون 13.3 انش، وكمان بيكون في منه ام 1، وكمان في منه فيرجن جديد بيكون الام 2. بس طبعا الام 2 بيكون 13.6، ده ال 15 انش. بيكون الفرق ما بين الام 1 والام 2 اول حاجه الديزاين. الام 1 بيكون فيه بيزلز من فوق، الام 2 هيكون البيزلز بتاعته قليله وهيكون فيه النوتش ده. وكمان بيكون فيه الوان اكتر، بتكون الميد نايت هنا بيكون فيه السيلفر وسبيس جراي، والجولد هنا هيكون فيه منه الميد نايت والستار لايت. وكمان البورتس اللي موجوده هنا بيكون فيه 2 يو اس بي سي بس، لكن اللي هيبقى موجود في الفيرجن الجديد الام 2 بيكون فيه 2 يو اس بي سي، وكمان بيكون فيه الماك سيف علشان تعمل التشارجنج. والميزه اللي بتبقى موجوده في الماك سيف ان هو بيأتاتش ماجنتيك، وكمان بيكون فيه انديكيتور لايت اللي هو الجرين، والكيبل بيكون بريدد عشان لو حد عدى من جنب الشاحن والشاحن اتشد ما يشدش معاه الماك بوك. وحاجات تانية هتميز الماك بوك الام 2، اول حاجه ان الكاميرا هنا الريزولوشن بتاعتها في الماك بوك اير كانت بتكون 720 بي، هنا هتكون 1080 بي، ده اولموست الدبل. دي بتكون ريزوليوشن اعلى، وكمان طبعا هيكون في فرق في البورتس وهيكون في فرق في البروسيسور الام 1 والام 2 كبرفورمانس. والسبيكرز هنا بتكون احسن من اللي موجوده في الماك بوك اير. تعال بقى نخش على الماك بوك برو اللي هو ال 14 انش و 16 انش. اولا الفئه دي بتكون فئه مختلفه عن الاير. البرو ده بيكون ادفانسد، بيكون فيه كولينج سيستم، بيكون البروسيسور اللي موجود فيه بيكون اقوى بكتير من اللي موجود سواء بقى الام 1 او الام 2. هنا بيكون موجود الام 1 برو والام 2 برو والام 1 ماكس والام 2 ماكس، وكمان طبعا الام 3 سيريس كلها. اللي هيميز الكاتيجوري بتاع الماك بوك البرو ال 14 انش اول حاجه الديزاين بتاعه بيكون مختلف. الاير الميزه اللي فيه ان هو بيكون الديزاين بتاعه بيكون سيملس ديزاين، لكن هنا بيكون فيه كولينج سيستم، فهتلاقي ان الديزاين بتاعه اسمك شويه. واللي هيميزه ان هنا بيكون فيه بورتس اتش دي ام اي، وبيكون فيه اس دي كارد سلوت، وبيكون فيه 3 يو اس بي سي، وطبعا كلهم بيسبورت الثاندر بولت. وكمان هنا هيكون فيه الماك سيف و2 يو اس بي سي، وهنا ال 3.5. ومعلومه مهمه برضو الناس اللي بتحب تسمع ميوزك، الام 2 بيكون في ال 3.5 بتسبورت حاجه اسمها هاي امبيدنسي. ده معناه ان انت لو معاك سماعه بتسبورت الهاي امبيدنسي وفي اوديو بيسبورت هتسمع كواليتي ساوند عاليه جدا. نرجع بقى تاني للماك بوك اللي هو ال 14 انش. طبعا الديزاين بتاعه بيكون مختلف، وكمان الماك بوك برو بتكون محفوره كده من تحت. واللي هيميز كمان اول حاجه ان الشاشه هنا بتكون ميني ال اي دي، الشاشه دي بتكون 1000 نتس وبتوصل في الاتش دي ار ل 1600. وكمان البروموشن الادابتيف ريفرش ريت بتسبورت 120 هرتز، كل الشاشات اللي قبل كده بتكون 60 هرتز. ده غير ان السبيكرز والبرفورمانس اوفر اول زي ما قلنا هو هيكون اقوى بكتير من الام 1. والميزه اللي موجوده في كل المكات دي من اول الام سيريس ان البرفورمانس بتاعها بيكون ثابت سواء انت بلاج ان لو انت موصلها بالشاحن او لو انت شغال اون باتري. دي الميزه اللي بتميز الماك بوك مقارنه باي لابتوب تاني. وطبعا اللي هيميز الماك بوك اولا ان انت مش بتحتاج ان انت تنزل تعريفات سواء بقى ان انت تعمل ابديت للويندوز او الكلام ده كله، انت مجرد بتشتغل بفكره بلاج اند بلاي. انت بتشتري الماك بوك بتشغله بتعمل سيت اب كانك بتعمل سيت اب للايفون، وكمان لما بتيجي تعمل ابديت بتخش على السيتنج وتعمل سوفت وير ابديت عادي جدا، وكل الحاجات دي بتكون كومبليتلي فري. واللي هيميزه كمان ان هو بيكون فيري سمبل، وكمان بيكون في ابلكيشن زي الكينوت والبيجز ونمبرز، دي بتكون ابلكيشن اكسكلوسيف بس للماك، وفي نفس الوقت مش بتحتاج ان انت يبقى معاك سبسكريبشن علشان تشغل 365. دي الابلكيشن، النمبرز
والكينوت وكمان البيجز.